إذن لتسليط الضوء على اشتباع دول أزمة سد النهضة في كينشاسا اليوم ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي المصري ياسر عبد العزيز. أستاذ ياسر مرحبا بكم. يعني استؤنفت اليوم مفاوضات سد النهضة في العاصمة الكونغولية كينشاسا، ما بواعث تفاؤل دول المصاب باجتماعات اليوم؟ برحب بحضرتك طبعا وبرحب بمشاهديك. دعني في البداية أذكر حضرتك وأذكر مشاهدين أن جولة كينشاسا اليوم هي جولة تأتي بعد صيام 3 أشهر بين أطراف التفاوض. جولة كانت في شهر يناير الماضي اللي انسحبت منها السودان بسبب عدم رضاها عن سير المفاوضات ووضع المماطلة، وكان في وقتها بدأت تطرح فكرة يعني توسيع رقعة الوساطة برقعة المراقبة لهذه المفاوضات. اليوم الدول بتسعى، دول المصب طبعا مصر والسودان، على تطوير المفاوضات على الشق الفني بشكل كبير جدا، بتسعى أيضا لتوسيع دائرة الوساطة. حضرتك تعرف أن السودان كانت طرحت فكرة وساطة رباعية، نعم، وده اللي أيده النظام في مصر. نعم. والوساطة الرباعية كانت طبعا مطروح فيها وساطة أمريكا اللي هي كانت كر مرة كان في لقاء في واشنطن، واللي يعني دعني المفروض هربت منه أثيوبيا لما كان قاب قوسين أو أدنى أنه يتفقوا على أطر أما للمفاوضات حتى يتم التفاوض متقدم وإلى الأمام. نعم. بدل ما المفاوضات مستمرة لدائري، يعني اللي يروحوا فيه يرجعوا فيه. نعم. كان الوساطة الرباعية يعني تروح فيها اسم أمريكا وما تروح فيها اسم الأمم المتحدة، المنظمة الدولية الكبيرة الراعية لكل الأزمات في العالم. نعم. الاتحاد الأوروبي، إلى جانب طبعا الاتحاد الأفريقي اللي هو مسؤول عن أي نزاعات في المنطقة. طيب. آلية المنازعات حتى الآن مجال للجدل بين التفاوض الدول المتفاوضة. النهاردة الناس رايحة وعلى أمل أن يبتدي قواعد لآلية المنازعات، وده مهم جدا أن أثيوبيا دايما تراوغ فيه. الأمر الأخير هو محاولة الثقة، ثقة في أثيوبيا نفسها. النهاردة ردت بشكل أو بآخر، يعني رد يوضح موقفها. نعم. والثقة الثانية هو الثقة في الاتحاد الأفريقي. ما جنوب أفريقيا ثابت رئاسة الاتحاد، كان الاتحاد مع رئاسة يعني مع الكونغو، في أمل أن الكونغو يتحلحل الأزمة بعض الشيء. أستاذ ياسر، يعني يبدو هناك تقارب كبير بين الخرطوم والقاهرة في الفترة الأخيرة، لكن إلى ما ترجع هذا التقارب بين العاصمتين بعد أن كانت الخرطوم أقرب لأثيوبيا في المراحل السابقة؟ هو طبعا موقف الخرطوم يعني تغير يمكن 180 درجة. كان في الأول كان ناس طمعانة بشكل أو بآخر في الكهرباء، وده طبعا لأثيوبيا بلغته للخرطوم. أديس أبابا قالت احنا السد سد كهرومائي، احنا اساسا هنورد كهرباء للقاره كلها، انت هيبقى ليكي اسعار تفضيليه في توريد الكهرباء وانت جاره امريكا، من ثم انت هتستفادي من هذا الامر. لكن مع ظهور النوايا الحقيقيه لاثيوبيا سد وحجز المياه وشحه المياه اللي بدات تظهر بشكل او باخر، مع الخطورات الفنيه اللي العالم كله والشركات الهندسيه والمكاتب الهندسيه الكبيره اتكلمت عنها، خطوره في حاله لا قدر الله هد السد، احنا كده ان الخرطوم تغرق. ما في بدايل، ما في مفايض، ما في سدود اخرى لحجز المياه او حتى قناطر لولها بشكل او باخر. الوضع اختلف تماما خلال الايام الاخيره، عشان كده تقاربت بشكل كبير القاهره مع الخرطوم للوضع. أستاذ ياسر، لو تحدثنا عن موقف القاهرة، بماذا تفسر عودة القاهرة للمفاوضات بعد
أن لوحت بما هو أبعد من السبل الدبلوماسية فيما لو تم التعدي على حقوقها في مياه النيل؟ يعني هو منذ 2013 والقاهرة اتخذت في أزمة سد النهضة ثابت واحد، هو ثابت التفاوض والحل الدبلوماسي. طيب. يعني كان مستغرب جدا أن القاهرة بشكل أو بآخر بدأت تهدد ويعلو صوت التهديد في حالة مساس بحصة مصر من النيل، كان شيء مستغرب جدا. لكن الوضع مع اقتراب الملء الثاني للسد بدأ الأمور تتحول، وفي ضغط شعبي بشكل أو بآخر. طيب. المعارضة المصرية في الخارج بتقول بشكل أو بآخر تظهر هذه المشكلة، بدأ الشعب يحس بخطورة، لأن الأمر يعني هيبقى على حد وحد، ده شعب كامل هيباد تم الملء بشكل كبير مع الحيف على حصة مصر التاريخية في مياه النيل. أثيوبيا تصدر كذبة للعالم كله أن مصر يعني جائرة نصيبها التاريخي من خلال أكثر من 6 اتفاقيات. نعم. وأن مصر عندها فائض من المياه وبيلقى في البحر المتوسط، طبعا كذبة كبيرة جدا مع اتساع الرقعة الزراعية في مصر أو محاولة لتوسيع الرقعة الزراعية. نعم. في مصر مع الزيادة السكانية الكبيرة. نعم. وفي حالة أخرى حالة أثيوبيا اللي مش محتاجة بشكل أو بآخر المياه، إن كميات المياه اللي بتسقط على الهضبة في البحيرة يعني تكفيها لعشرات السنوات. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي المصري ياسر عبد العزيز، شكرا جزيلا لكم.